بكرة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، اللي هي ضمان ان كل فرد يكون ليه حق مكتسب في الحياة، وان هو يعيش حياة طبيعية في المجتمع، يكون شخص منتج، ينزل الشارع، يمشي براحته، يروح الشغل، يروح المدرسة، يروح الجامعة، يروح اي مكان وهو حاسس انه كلنا زي بعض. والنهاردة عندنا مؤسسة ليها عندي كده معزة خاصة جدا، كل اللي فيها وكل اللي قائمين عليها، مؤسسة أهل مصر. مؤسسة أهل مصر مستشفى لعلاج الحروق، والمستشفى دي بقالنا كذا سنة بنتكلم عليها، وخلاص أيام ويتم الافتتاح. عايز أزغرط وعايز أشكر كل واحد اتبرع لمستشفى أهل مصر إن شاء الله بربع جنيه. شكرا، بنشكرك. ولسه محتاجين تبرعات اكتر واكتر، والنهارده خلال الفقره هتعرفوا تتبرعوا ازاي للي ما يعرفش لمستشفى اهل مصر. خلينا بقى النهارده نرحب كده بالناس اللي منورين النهارده 4 شارع شريف، وهبتدي باستاذه شيماء بهريز، مدير العلاقات العامه والاتصال لمؤسسه ومستشفى اهل مصر لعلاج الحروق بالمجان. اهلا. اهلا بيك. ازيك؟ اخبارك ايه؟ مشرفانا ومنورانا بوجودك، ومبروك اخيرا ايام ونفتح المستشفى يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. وكمان برحب بالصديقه العزيزه الجميله استاذه منال حسني، المتحدث الرسمي باسم مؤسسه ومستشفى اهل مصر لعلاج الحروق بالمجان. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك طبعا. كالعاده ومنوراني ومشرفاني. انا دي سعيده جدا، انا ببقى معاك كل مره بصراحه، ومبسوطه جدا. انت عارفه معزتكم كلكم عندي. اكيد عارفه طبعا. طيب هنبتدي بقى ايه بعد اذنكم، قبل ما نتكلم نبتدي كده نتعرف بالاساتذه اللي موجودين معانا النهارده، وهنبتدي باستاذ زياد طارق. ازيك يا زياد؟ ازيك؟ عايزينك ترفع النور. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. بص بقى، الكاميرا المنوره احمر هناك دي هتبص لها، تعرف نفسك للناس، مين هو زياد؟ انا زياد طارق، عندي 18 سنه، انا طالب تمريض، بدرس تمريض، وشاركت في كذا حاجه. شاركت في ان انا اكون موديل مع ديزاين احمد فؤاد، وشاركت في ماراثون كان رياضه وكده، ودلوقتي بدرس تمريض. ودلوقتي بتدرس تمريض. انت مكسوف؟ في موديل يتكسف يا اخي. طيب ندي المايك لزميلتك رغدة عبد العزيز. اهلا يا رغدة. اهلا بحضرتك. ما شفتكيش من سنتين، وحشتيني. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام. ارفعي كده المايك واحكي للجمهور مين هي رغدة. انا رغدة عبد العزيز، عندي 20 سنه، ثالثه كليه حقوق جامعه القاهره، احدى الناجيات من الحروق. ومواهبك في ايه؟ تحبي ايه؟ نفسي اكون وكيل نيابه ومستشاره، وادافع عن المصابين الحروق، عن كل المصابين مش الحروق بس، عن كل المصابين، عن كل المصابين، على كل الناس اصلا. مش هتختاري. طيب وبتحبي الكوره؟ قوي. طيب هتدي المايك لصديقي بلال اللي كان وحشني وبقى له سنه ما سالش عليا وزعلان منه، ده انا كنت حاطط صورتك عندي كفر بيكتشر، ما شفتهاش؟ ما المشكله، ما هيش رقمك. لا مش على التليفون، على الفيسبوك. انت عندك فيسبوك؟ عندي. طب فيسبوك. ارفع المايك. عندي فيسبوك. وجاي لي مخصوص من اسكندريه النهارده. اخبار الجو عندكم ايه؟ شتا حبه بس اتحسن. ماما لسه بتطبخ كويس؟ ها؟ وبعدين انت مش المره اللي فاتت وعدتني وانت جاي النهارده هتجيب لي حلت محشي؟ جايب ايدك فاضيه كده؟ ينفع؟ نسيت. نسيت؟ اوكي، عشان نشوفك الثالثه. احكي للناس مين هو بلال. ارفع المايك لفوق. انا اسمي بلال منصور، عندي 11 سنة. دلوقتي في سنة خمسة. ايوه. وبحب يعني بحب العب الكورة. تحب تلعب كورة؟ اهلاوي زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي. ادي بقى المايك لزميلتك زينب علي عبد الباقي. زينب، ازيك يا زيزي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. مش كان في مسلسل اسمه خلي بالك من زيزي؟ شفتيه؟ لا. ما شفتيهوش؟ اخبار. بصي برضو للكاميرا وعرفي كده الناس مين هي زيزي. انا اسمي زينب علي، عندي 10 سنين، في سنه خمسه. ايوه.
مواهبك ايه؟ ما عنديش. لا اكيد عندك موهبه وانت مش عارفه. ما اكتشفتيش نفسك لغايه دلوقتي؟ انا حاسس كده، حاسس والله. لا انك بتحبي الطبيخ؟ لا. بتقفيش في المطبخ؟ ما احبش اخش. ما احبش المطبخ؟ اوكي. بتحبي اللبس؟ اه. شفتي؟ ما انا هفضل وراكي لغايه ما اجيب موهبتك. مين اللي منقي الطقم الحلو ده؟ انا. طب انت عارفه انا مسمي البلوزه دي ايه ولا مش عارفه؟ اللي مقطوعه من هنا دي. لا. هقول لك بعد التصوير. طيب ادي المايك لزميلك محمود عبد الغني. اهلا يا محمود. اهلا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. احكي لنا كده عن نفسك واعرف الناس بيك. انا محمود عبد الغني وعندي 14 سنه وواحد من الناجين من الحروب. اوكي. ايه موهبتك ايه؟ بحب الطبخ وبحب تربيه الحيوانات. بجد؟ عندك ايه بتربي ايه؟ لا لسه. انا ربيت قطط كتير بس ما ربيتش كلاب، بس اكتر حاجه بحب اربيها الكلاب. اه بس الكلاب مسؤوليه فظيعه. لا بس انا اعرف اشيل المسؤوليه بس عشان ما فيش مكان ليهم. انا عندي 7 كلاب مطلعين عيني يعني. انتوا منوريني ومشرفيني وانا سعيد بوجودكم معانا جدا النهارده. خلينا نكمل كلامنا مع استاذه شيماء. شيماء احكي لنا المستشفى وصلت لايه؟ ونزلنا بقى ايه التبرعات والحاجات كلها، الناس تتواصل مع المستشفى ازاي؟ اتفضلي. اولا انا بشكر حضرتك انك دايما يعني مدينا الفرصه ان احنا ده انا واحد منكم بعتبر نفسي كده بصراحه، يعني نكون موجودين معاك ومؤمن بقضيه الحروق. مستشفى اهل مصر دلوقتي في مرحله التجهيزات، ان احنا نفتح خلال خلاص نهايه الشهر يعني قبل رمضان ان شاء الله، عشان نقدر نستقبل كل الحالات في اول مستشفى متخصص لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الاوسط. المستشفى 6 ادوار. اه مظبوط كده. والمبنى كله خلص، التجهيزات خلصت تقريبا. في 200 سرير في المستشفى. ارض 12000 متر مربع تقريبا. مساحه المباني كليه 4500 مش كده؟ 4500 متر تقريبا. طيب خلينا قبل ما نروح لمنال نشوف فيديو اوكي، ونرجع نكمل كلامنا مع حبايبنا اللي معانا النهارده. ورونا الفيديو. مصر. وقبل اي حاجة يعني لازم اشكر شكر خاص جدا للمصرية الاصيلة هبة السويدي. هبة ميرسي وبشكرك، وانت رمز وفخر في الحقيقة لسيدات مصر. ربنا يديك الصحة ونشوف كده المستشفى شغالة. انا عارف ان ده حلمك وده يبقى في القريب العاجل وخلال ايام، وبقول لك كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد الام وبمناسبة شهر رمضان الكريم. ارجع بقى، ويمكن احنا زي ما قلنا في الاول بنتكلم عن مستشفى اهل مصر، وبكره اليوم العام العالمي للعدالة الاجتماعية. فخليني اسال شيماء، اخترتوا تقولي النهارده اشمعنى وبكره اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية؟ عشان احنا ضمن برنامج التأهيل النفسي والاجتماعي في مؤسسة اهل مصر، احنا بنعمله عشان حق الناجين والمصابين من الحروق ان هم يبقوا عايشين في المجتمع حياة كريمة. صحيح. يقدروا يتعاملوا مع الناس، لكن للأسف المجتمع مش بيديهم الحق ده قوي. فاحنا
اخترنا اليوم ده بالاخص عشان هم بني ادم مؤدي، يقدر ليه دور في المجتمع، يقدر يؤدي بيه، يقدر يشتغل، يقدر يتعلم، يقدر يتجوز. فيعني احنا اخترنا اليوم ده عشان هم من حقهم يعيشوا حياه كريمه زيهم زي اي بني ادم تاني. ده حقهم ونص. نروح لمنال، البنت المصريه القويه اللي انا فخور بيها جدا، اللي اتعرضت في يوم من الايام لحادث ما وقدرت تقف على رجليها وتقول انا هكمل حياتي باسلوب طبيعي جدا، انا هنزل، انا هتعامل مع الناس، انا هشتغل، وكمان انا هكون ظهر لاي حد حصل له حادث شبيه ليها، وبكون دايما فخور بيها وبوجودها. اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. كله حلو؟ كله حلو. طيب احكي لنا برضو كده، وانا بعمل لك التقديمه دي وبقول الكلام ده، انت ظهر لناس كتير، وموضوع الدعم النفسي وطريقه التعامل مع الحالات بالذات الحالات الجديده اللي بتجي لكم، احكي لي بتعملي معاهم ايه؟ لا احنا يعني في المؤسسه بصراحه يعني في اكتر من برنامج طبعا، بس احنا طبعا البرنامج اللي هو الاقرب لقلبي اللي هو الدمج والتاهيل النفسي، ان هم فعلا بيبقوا جايين مش فاهمين ايه اللي حصل معاهم وبيبقوا خايفين، بيبقوا مترددين ان هم ياخدوا خطوه في حياتهم. فطبعا احنا من خلال البرنامج ده بنشتغل معاهم طبعا، من خلال الايفنتات بننزلهم دورات تدريبيه في اماكن كتير، بنعمل لهم زي مثلا ايه كل واحد بنشوف مهاراته ايه، يعني في بيحب الرسم، في بيحب الغنى، في بيحب الكوره، فدايما بندمجهم في الاماكن دي بحيث ان هم يطلعوا الطاقه دي، ونخليهم ان انتوا يعني اللي حصل لك ده خلاك شخص مختلف، بس انت ليك دور ومؤدي فانطلق. صح. صح. طيب بما ان انا قعدت قبل كده كلكم اول مره اقابلكم تقريبا، انت اتقابلنا مره في حفله انا فاكر، بس هتكلم مع بلال. بلال انت جيت لي من السنه اللي فاتت وانت اصغر واحد سنا فيهم صح؟ لا انا عندي 11 سنه. وانت عندك كام؟ انا 11 ولا كام سنه؟ ما يعني انتوا قد بعض تقريبا. طيب امال انت اطول منه ليه؟ اهي بتاكل كتير، انا بقول لك بالصح، ما انا من ساعه ما قعدت وانا بقول لك انت بتحبي الاكل. احكي لي ايه اللي حصل معاك بعد الحلقه المره اللي فاتت من سنه، انت كنت قاعد معايا هنا، ايه اللي حصل لما رحت بقى اسكندريه واصحابك وشافوك جريء كده وطلع تتكلم في التلفزيون ومش همك حاجه؟ هل التعامل اتغير؟ هل لسه في ناس ساعات بتقولك كلام يضايقك، ولا الموضوع اختلف؟ هو ارفع المايك. الحقيقه كل يعني اكثر صحابي في المدرسه في الدرس معايا في نفس الفصل بيحبوني جدا، وبس في ناس بره بيقعدوا يتنمروا. فانت بتعمل ايه؟ ربنا يسامحهم. ربنا يسامحهم. اوكي. لا بس انت بجواك بتتضايق ولا مرحله المضايقه دي احنا خلصنا منها؟ انا خلصت من مرحله المضايقه. هو كده ده انا كنت عايز اسمع ليه. عشان ايه؟ عشان انت واثق في نفسك. ايوه. وانت شخص قوي. صح. صح. اوكي. ادي بقى المايك لزيزي كده. انت خلصتي من مرحله المضايقه ولا انت لسه فيها بصراحه؟ لا انا خلصت منها من سنين كتير. من فتره. يعني انت بتنزلي عادي الشارع، ممكن تروحي السوبر ماركت، تروحي عند البقال، تروحي انت منين؟ النهضه. النهضه. بتنزلي عادي، انت مش متضايقه. صح. عندك صحابك اللي بتتعاملي معاهم، ولا في حد ممكن يضايقك؟ هو لو حد بيضايقني انا باخد كلامه يعني بسمعه من هنا بخرجه من هنا. صح كده، برافو عليكي. ادي بقى لمحمود. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. كلمني كده بصراحه. اتكلم عن مرحله المضايقه يعني. خلصت ولا موجوده؟ لا خلصت الحمد لله بكتير جدا، الموضوع قل كتير برضو. كان الاول كان كتير وغليظ برضو، بس دلوقتي الحمد لله قال. غليظ ازاي؟ كان بيقعدوا يبصوا بصات رخمه كتير، ومش بيبصوا بقى، بيقعدوا يبصين وبيدققوا في كل حاجه. وبيقعدوا يتكلموا وبعمل نفسي مش سامع، بس بيتكلموا بصوت عالي. قاصدين يسمعوك؟ مش عارف، ما جربش اخش جواهم بقى. صحابك المقربين مين هم؟ اسمهم ايه؟ مفيش. ما عندكش صحاب؟ لا. ليه؟ مش حابب اكون تاني. ليه؟ هو كان في اولاني؟ كان في اولاني. راحوا فين؟ خلاص بقى بعد الحادثة الحمد لله كل واحد راح لحاله. لا هنتوقف عند دي. يعني انت كان هي الحادثة من قد ايه؟ من 2020. ده من سنتين. من 3 سنين. امسك المايك. كان عندك شلة صحاب. كنا شوية. هو ساعة الحادثة ما جوش سألوا عليك؟ لا. انت كنت منقيهم على اساس ايه بقى؟ دول مش صحاب؟ لا كانوا في الفصل عادي، مش كانوش صحاب اصلا. الجيران؟ لا ما كانش، مش متعلق بالجيران خالص اصلا. مين كنت متعلق بيه وبعد الحادثه لقيته مش معاك؟
صحابي يعني غالبا صحابي. قولي اساميهم. ممكن لا. لا ممكن تقول عشان اقول لهم انا كلام. ممكن لا معلش ان هم برضو ممكن يتفرجوا على الحلقه. ما يتفرجوا، انا عايزهم يتفرجوا على الحلقه. كان في الفصل واحد اسمه محمد. ده كان زميلك؟ هم كانوا في الفصل في الديسك قصدي اللي جنب. في كانوا قريبين منك؟ مش كانوا قريبين، كنا بنخرج نجيب حاجات مع بعض. كانوا قريبين منك يعني؟ اه. محمد ومين؟ محمد واحمد. محمد واحمد من ساعتها مش بيكلموك؟ لا. بس انت بتروح المدرسه ومين بيقعد جنبك؟ بقى كونت واحد اسمه مصطفى وواحد اسمه مروان بيقعدوا جنبي في بيقعدوا جنبك. والاولين محمد واحمد. بعدوا. محمد واحمد عيب عليكوا قوي، عيب عليك. ده انتوا المفروض رجاله، المفروض ما يصحش. اللي بنعرفه ان لما حد فينا يبقى عنده اصدقاء، عنده جيران، ويحصل له حادث او يحصل له اي مشكله في حياته، الناس بتتكاتف، الناس بتقف مع بعض، والحاجات اللي بتحصل لنا، المواقف اللي بتحصل لنا صعبه في حياتنا دي اللي بتبين معادن الناس دي، اللي هتوريني. زي ما انا كده في يوم جالي سرطان ورحت المستشفى، عرفت مين بيحبني ومين مش بيحبني، شفت مين الاصدقاء الاقوياء اللي يستاهلوا انا اقول عليهم اصدقاء ومين اللي انا مش عايز اعرفهم تاني. فالمواقف اللي زي دي هي اللي بتبين معادن الناس. وهو مش فارق معاه، هو راجل محترم شاطر هيمشي في حياته، وانتوا مشيتوا من حياته خلاص، بس في ناس تانية محترمة دخلوا حياتك، اللي هما مين بقى؟ مصطفى ومروان وكم وشكري برضو. مصطفى مفيش ولا بنت؟ لا بنات مش ممكن، مقولش اسامي خالص معلش. طب البنات كانوا قبل ولا بعد؟ لا بعد، ما كانش في بنات قبل. وبقى في بنات بعد؟ اه. طب دي حاجة حلوة. انت جميل. طيب ادي لها بقى المايك لاستاذة رغدة. رغدة احكي لنا برضو كده اخبارك ايه مع الحياة ومع المجتمع. فاين مايك. انا في ثالثة جامعة، عندي صحاب وقريبين. قبل ولا بعد؟ هم يعني. هم وفي ناس زادت يعني ما تغيروش. عرفتي كنتي عشان انت من الاول عرفتي تختاريهم واضح انهم صح. يعني معايا صحابي من ابتدائي. صاحبة بعد الحادثة فعلا كانت على طول معاكي، كل يوم تتكلم تسأل تطمن. ما هو كل فترة بيكون في حد، في واحدة بتطلع كده أكتر. فمثلا في ناس قعدت ما كملتش دراسة، فالحياة طبيعة الحياة بعدتنا مثلا، بس بنتكلم كل فترة. بس حاليا في عندي صاحبة اسمها سهيلة، هي في حقوق بس مش معايا في نفس الجامعة، هي دي يمكن أكتر حد بيفهمني وبيحس بيا ونظرة عين بتعرف أنا عايزة أقول إيه أصلا. هقولك سؤال، هسألك سؤال غلس ولا بلاش؟ عادي. ساعات بتتكلمي معاها وتقعدي تحكي لها وتفضفضي معاها كده وتعيطي؟ انا ما بكلمهاش غير لما بعيط اصلا. ليه؟ ليه بتعيطي؟ هو انت شكلك شخصيه حساسه، انت برج ايه؟ السرطان. اه ده حساسه جدا. جدا الحساسيه كلها عندك. يعني ايه اكتر حاجه بتضايقك فبتفضفضي وانت بتفضفضي لها يعني ايه؟ بتعيطي؟ لا انا اي حاجه بعيط، يعني انا لو تهت في الشارع اصلا هقعد اعيط. اوكي. فأي حاجة بتحصل يعني بتضايق، ما بعرفش أعمل حاجة غير لما أعيط، بعيط وأخلص كل العياط اللي جوايا، طلعي الطاقة السلبية، بعدين بقى أفكر هعمل إيه وأكرر. هل أنتِ حاسة إن المجتمع، أنتِ عايز تنام ولا أي حاجة؟ عمال تتنام. أنتِ حاسة إن المجتمع اختلف شوية الفترة اللي فاتت؟ أه طبعًا كتير. للأحسن ولا الأوحش؟ لا للأحسن، معانا كناجين من الحروق. يعني إحنا الأول ما كانش حد بيتقبلنا بمشاركتنا في صحابي من ناجين من الحروق في قدرون. قدرون باختلاف؟ اختلف معانا جدا، الناس بدأت تتقبلنا، المجتمع بدأ يتفتح لينا وبدأنا نطلع للنور. فاختلف كتير. طيب هيموت يتكلم، اديله المايك، عمال يبص لك وعايز المايك. اتفضل. أنا زياد طارق، ولا أنا يعني عندي أصحاب كتير وعندي معنى. قبل ولا بعد؟ لا الاثنين. حادثتك كانت من قد إيه؟ من 2018. 2018. مين أكتر حد عايز تقول اسمه دلوقتي تدي له حقه كان واقف جنبك؟ أحمد طارق. ده صاحبك؟ ده وقف معايا، تعب معايا قوي. أوكي. كان سندك. أه. والمواقف اللي زي دي بتبين. صح؟ أيوه. ولغاية دلوقتي أنتوا صحاب أقوياء جدا. يقول لك أسراره وتقول لك أسراره وكده. صح؟ في زميلة ولا ما فيش زميلة؟ اه في زمايل. زميلة؟ اه في. كتير؟
زمان في المعهد وكده يعني صديقات. اه حاجه حلوه عادي يعني صديقات يعني زي اخواتك كلهم. اه ايوه انت عايز تكون ممرض. ايوه انت عارف الممرض ده اولا عايز اقول حاجه وابعت الف سلام وتحيه لممرضين مصر لان هو حصل في اخر سنين طفره في التمريض في مصر فببعتهم الف سلام وتحيه وبشكرهم. والممرض يعني يا سلام بقى الشخص المحظوظ انه يبقى بيتعالج مع دكتور شاطر ممرض شاطر دكتور امين وممرض امين. لان ممكن الدكتور يكون شاطر الممرض يبوظ كل حاجه وممكن الدكتور يكون نص نص والممرض شاطر قوي فيساعد المريض اكتر. فانا بالنسبه لي دور التمريض ده دور مهم قوي قوي قوي. انت متخيل؟ لان انت دايما اللي بتشوف المريض يعني الدكتور بيشوف المريض. لو انا مثلا هعمل عمليه الدكتور هيشوفني بس بعد كده مين اللي هيبقى متابع معايا دايما تمريض. وبيشوفني وبيكتب الممرض صح كده؟ صح. طيب فانت ليك دور مهم جدا. طيب نرجع بقى ارجع لشيماء ولا ارجع لمنال؟ مين يتكلم تحبه؟ لا انت اختار. طب انت تحب تذيع معاها؟ تسالها تسالهم اسئله؟ عن المستشفى مثلا؟ ها؟ طبعا زياد اشتغل مذيع شويه. اسال شيماء سؤال عن المستشفى. كل واحد فيكم هيسالهم سؤال عن المستشفى. يلا. مش عارف اسالهم. اسالها هتجاوبك على اي سؤال انت عايزه. ممكن اشكرهم. اشكرهم. اشكركم جدا فعلا ان انتوا مش مجرد ان انتوا بتحاولوا تعالجوا المريض، لا. انتوا فعلا يعني بتحاول تشوف ان اللي قدامك ده اللي هو نفسه يكون حاجه فانتوا بتحاولوا بقدر الامكان ان انتوا اللي هو ينجح. بجد اشكركم جدا على تعبكم وكده يعني بجد. انت عايزه تقولي ايه للمستشفى؟ مش عارفه اقول ايه. بس فاين مايك كلميني انت يعني عايزين في ناس ما تعرفش المستشفى هيكون فيها ايه او كده ممكن تشرحي لنا اكتر عشان احنا كمان نفهم والناس تفهم. مستشفى اهل مصر اول مستشفى متخصص لعلاج الحروق في مصر والشرق الاوسط وافريقيا. ان شاء الله عندنا 201 سرير. العنايه المركزه عندنا في 20 عنايه مركزه اطفال و20 عنايه مركزه كبار. قسم الطوارئ بيستقبل لا قدر الله لو في حادث او كرايسس او حاجه ممكن يتقلب ل 30 عنايه مركزه في نفس الوقت بيتعمل لهم نفس الاسعافات الاوليه. وعندنا ان شاء الله اختيار الكوادر الطبيه باذن الله يعني هتكون تحت اشراف وتدريب دكتور نعيم مؤمن او البروفيسور نعيم مؤمن رئيس الرابطه البريطانيه على مستوى العالم في الحروق والممرضات تحت تدريبه. وان شاء الله زياد هيبقى من الناس اول الناس التمريض اللي هيتعين. أيوة باذن الله اول ما يخلص يعني. اوكي بلال اسال منال سؤال. انت المذيع يلا بسرعه هيقفلوا علينا البرنامج. انا حابب اشكرهم ياما عشان هم بيعالجوني ومتعبين تعبين معايا اكتر حاجه. هو انت متعب؟ اه الحق ده بيقولوا كده بيعملوا خبر متعب؟ لا ده صدق. تعالى اديني حضن كبير زي ما شفتني كده. تعالى 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 ان شاء الله اديني حضن كبير قوي 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 قوي. اوه حياتي انت كنت واعشني خالص. اي لاف يو اي لاف يو تو. بقول لك ايه انت متعب ليه يا حاج؟ اهدى كده حاضر. ما تبقاش ما تعملش مشاغبات وبعدين المره الجايه تجيب حله المحشي. حاضر. اوكي زيزي عايزه تساليهم ايه؟ اشتغلي مذيعه بقى. مش عارفه. لا تعرفي. مش عارفه. طب انت بتعرفي تقلدي الممثلات؟ لا. طب مين اكتر ممثله بتحبيها؟ مش عارفه. هقوم لك. مين اكتر ممثله بتحبيها؟ مش عارفه. طب انت نفسك تشتغلي ايه ما تكبري؟ ما تقوليش مش عارفه. انت عارفه. ها ايه؟ قولي عايزه تبقى ايه وانت ما تكبري عايزه تبقى ايه؟ انت عارفه منال هي عايزه تبقى؟ لا انا بحاول اغش منها. لا انا انت عارفه؟ عايزه تبقى مضيفه الطيران. مضيفه الطيران؟ طب ايه؟ ان شاء الله تبقي مضيفه الطيران. لو دلوقتي تعينتي مضيفه الطيران
ايه اول دولة نفسك الطيارة تنزل فيها وتروحي فيها؟ كوريا. كوريا؟ اشمعنى؟ كوريا جنوبية ولا شمالية؟ وفيك اتنين. في واحدة صعب نروحها، الشمالية دي ما بتطرحش، الجنوبية اللي هي عاصمتها سول. ليه اخترتي البلد دي؟ في سبب ما؟ لا. طيب دي أول بلد. تطلعي من كوريا تروحي على فين بقى؟ ترجعي مصر ولا تروحي أوروبا ولا تروحي بلد على البحر؟ تنزلي البحر. مش عارفة أطلع إيه بعديها أصلا. تيجي مصر. إدي بقى عايز تقول إيه؟ تسألهم إيه للأساتذة اللي معانا؟ هو الحقيقة أنا حابب أشكرهم برضو. اتفضل. بشكرهم عشان هم عملوا لنا تأهيل نفسي. كنا انا كواحد، انا هتكلم كمصابين الحروق، احنا كنا بنقعد في البيت ومش بنخرج. دلوقتي بقينا نخرج وبنقابل كل الناس وبنتكلم بقلب جامد الصراحه. يعني ايوه كده، انشف كده، انت ناشف جامد، برافو. حابب اشكرهم على كل اللي هم عملوه معانا، يعني بجد يعني عملوا معانا كل الحاجات الحلوه اللي تقدر تتوصف واللي ما تتوصفش كمان. عارف وانا بقول لك تبقى جامد وكده، الشخص مش جامد بشكله. يعني هقول لك حاجة، أنا في ناس كتيرة على رأي بلال كده ياما بيتنمروا عليا، يقول لك بص ده لابس إيه؟ بص ده بيطلع يرقص في البرنامج إزاي؟ بص ده منكش شعره. عمري سمعت لحد؟ عمري ما هسمع لحد، لأن أنا واثق في نفسي، وعمري ما الواحد كان ولا بهدومه ولا بشكله ولا بشعره عامل إزاي، الواحد بإيه؟ بقلبه. امسك المايك. بقلبه. بقلبه. شخصيته. باحترامه للناس، أنت لما بتكون محترم الناس لازم تحترمك، لو انت محترم والناس ما احترمتكش يبقى هم العيب فيهم مش فيك انت، صح كده؟ صح. منال عايزه تقولي ايه؟ انت حياتك اخبارها ايه؟ احكي لنا شويه. لا تمام الحمد لله، حياتي كويسه الحمد لله يعني. اوكي. لا احكي لنا اكتر، عايزه اتكلم. احكي اكتر. وانا طبعا في المؤسسه انا ترقيت دلوقتي. بقيتي شويه. بقيتي مديره؟ لا مش قوي يعني. هو اصلا يعني في حد ذاته ان انا اكون المتحدث بصوت كل الناجين وباسم المؤسسه طبعا حاجه كبيره قوي. حاجه كبيره بالنسبه لي قوي، ما كنتش يعني ما كنتش اتخيل ان انا ابقى كده، فدي بالنسبه لي حاجه رائعه يعني. اوكي. طب احنا في مفاجاه دلوقتي هنعملها. انت هتطلعي تغني. عارفه الموضوع ده ولا مش عارفه؟ طيب انا بشكرك الاول عشان هنختم دلوقتي الفقره وانت فوق، بس خلينا نقول للناس مره ثانيه ان مؤسسه اهل مصر والمستشفى اخيرا هتفتح خلال ايام، والتبرعات على الشاشه تفضل لاخر الفقره لو سمحتوا. وكلمه من فضلكم يا اهل يا شعب مصر، لما تلاقوا حد ماشي في الشارع مختلف بسبب حادثه، بسبب انه اتولد شكله مختلف، ما حدش يبص له. يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن نعملها نبتسم في وش بعض، محدش بقى يبص، محدش مش عارف ايه، يعني ده غير منطقي، والاديان كلها السماويه بتحثنا ان احنا نتعامل مع بعض برفق، بانسانيه، بحب. حاجه تانية انا عايز اقولها، اي حد اتعرض لموقف زي الاساتذه اللي معايا، لان في ناس برضه مش فاهمه، هو ما بيعديش، هو مفيش مشكله ان امسكه واحضنه، تعالى يا بلال، تعالى تاني اهو، عشان الناس مش فاهمه ده، اهو حبيب قلبي، خلاص صح كده؟ ها؟ اقعد، واهو خليك قاعد، اهو حبايبي، حبايبي اهو، انتوا عشان بنات مش هقدر، اهو حبايبي، خلاص؟ ماشي. منال هتطلع بقى للفرقه؟ اخبالي ما تطلعي حضرتك، بس حقيقه اطلعي اطلعي. بشكرك يا منال، نورتينا. شيماء عايزين اكتر واكتر تبرعات عشان المستشفى دايما تبقى في احسن حال، اطلبي ده من الناس. انا بطلب من الناس ان احنا نتكاتف ان احنا نكمل او نجهز مستشفى اهل مصر، لانها في مرحله التجهيزات دلوقتي عشان تفتتح ابوابها وتستقبل مصابين الحروق. لان انا بس عايزه اقول حاجه، ان حاسه الحرق لا قدر الله يعني مش بعيد عن اي حد. الحرق اخطر بكتير من اي حد يتخيل. الحادثه بتحصل في ثانيه بس علاجها بياخد سنين، فاحنا عشان كده املنا في مستشفى اهل مصر تطلع للنور
والولاد دول يقدروا يعيشوا حياتهم حياة طبيعية. ولو حالف الحظ ولادنا دول وبعض يعني الناس اللي بتتعالج عندنا في أهل مصر، ففي ناس كتير قوي بتموت عشان ما بتتلحقش. مريض الحروق أو مصاب الحروق لو ما تلحقش أول 6 ساعات للأسف بنفقد حياته. فمحتاجة من المجتمع إن هو يتكاتف نجهز مستشفى أهل مصر في أقرب وقت إن شاء الله. ونكون إيد واحدة وبس. طيب في النهاية السلوجن الخاص بالمستشفى أنا عاجبني قوي صراحة، بردا وسلاما على أهل مصر. عايزهم يقولوها بصوت عالي، أحط المايك عند بلال عشان نقولها بصوت عالي مع بعض. يلا قولوها مع بعض، يلا. بردا وسلاما على أهل مصر. لا بصوت عالي شوية. بردا وسلاما على أهل مصر. أنا مبسوط إن أنتوا كنتوا معايا النهاردة ودايما أشوفكوا على خير. شايفك عمالة تبصي الملاعة، عايزة تطلعي تغني معاها؟ لو عايزة ممكن تطلعي، ممكن تعملي كل اللي عايزاه. طيب شرفتوني ونورتوني، خليكم دايما أقوياء. وبشكر ان انتوا طبعا جيتونا النهارده، بشكر اهاليكم قوي، انا عارف ان اهاليكم كلكم دعم كبير قوي ليكم. بشكر مامهاتكم اللي قاعدين معانا هنا، حبايبي انتوا ربنا يخليهم لكم، وانتوا ستات اقوياء وامهات اقوياء جدا واولادكم اقوياء جدا، كل سنه وانتم طيبين، اهلا بيكم. شكر خاص جدا لاستاذه شيماء بهريز مدير العلاقات العامه والاتصال لمؤسسه ومستشفى اهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، المستشفى دي بالمجان. شكر كبير قوي لمنال حسني المتحدث الرسمي باسم مؤسسه مستشفى اهل مصر لعلاج الحروق بالمجان. بشكر زياد، رغده، بلال، زينب، محمود على وجودهم معانا النهارده، تشرفتوني نورتوني، ما تغيبوش عليا. هنختم دلوقتي بصوت منال وبتغني أغنية مهمة جدا، ركزوا في كلماتها. ألف سلام وتحية للمصرية الأصيلة هبة السويدي، ببعت لها ألف سلام، كل سنة وهي طيبة. نختم بقى دلوقتي وبعد كده ناخد فاصل ونرجع لكم بعد كده مع إيناس ثروت. خليكم على لو سمحتوا. مزيكا. اسمعوا الحكاية وردوا كمان معايا، ده مش مجرد بداية، ده حلم السنين. تعبنا وقسينا بفكرهم بنينا مكان يخلينا نتلحق ونعيش. بدايته كانت شمعة فيها حزن وفيها دمعة، وإيمانكم بوجعنا ياخدنا للنور. ساعدني وقرب لي، اتمنى تكون جنبي، اللي حصل لي ده مش ذنبي، ده قدر مكتوب. انا نفسي اتعلم وانا نفسي كمان اكمل احلامي اللي بنتها في خيالي لسنين. محظوظ اني مكمل عايش بتحمل وجودكم ويايا، انا صوتي مسموع في غيري ما قدرش يتلحق، معرفش يوصل لنا ألمه والأصعب بيموت. ساعدني وقرب لي، أتمنى تكون جنبي، اللي حصل لي ده مش ذنبي، ده قدر مكتوب. برافو منال، أهل مصر.